ولكن اوعى تنسى، اوعى تنسى الفيديو ده اللي ما بينيمهوش الليل اهو، لغايه ما تاخد حقك. اوعى تنسى اهو، اوعى تنسى، اوعى تنسى اهو. على كلامك يا راجل اهو، ده كل الكهرباء دي قضيتنا، اتخليش يا عم، خلينا اصحاب ومتفقين حتى نقضي على الباطل، وبعد كده نبقى نختلف زي ما احنا عايزين اهو اهو. شوف اهو، اوعى ده ما بينامش منه الليل. البلد دي ما فيهاش راجل اهو، مين انا؟ على طلب ما فيها راجل، ده تقول لي كهربا مش كهربا. اوعى تنسى ده. طيب ماشي يا عم عبد الناصر، طب احنا بندافع قله، بندافع عنه ماشي. طب ما تيجي افكرك قبل ما يشتم جمهور الاهلي، ما شوف عمل فيك ايه انت اللي بتدافع، كان تعرف انك ماجور وقابض. انك ما يا انا شتمني مره، ومن وقتها وانا معه في خصومه امام الله وفي القضاء. انت شتمك بامك وهنديك وبهدلك وحبسك وقتل اصحابك و و و و و واهال التراب على كيانك العظيم، ومع ذلك بتدافع عنه ازاي؟ هذه ليست رجولة على فكرة، ومحدش جاء عند النادي بتاعك عشان خاطر تهاجمنا. انت عايش وهم. على كان هو ضحك عليك بالالات الالكترونية المدفوعة، عبد الناصر عايز يهد الكيان ده. حضرتك طب ما تجيبني الكلام اللي انا بقوله اهو، خلينا انا اذكرك باللي بيتعبه اهو. بص حضرتك، عشان ما تقول لي جبت سبه للاهل، لا انا عاجب لك السيد المحترم مرتضى احمد منصور قالي عنك، انت يا زملكاوي يا مشجع، مش هقول لا رموز، مش هقول لك لا رموز، ولا هقول لك كيان، ولا هقول لك حلمي زموره، ولا هقول لك حمد امام، ولا هقول لك حسن شحاته، ولا هقول لك محمد عبد الرحيم محمد، ولا هقول لك حلم قران، ولا هقول لك زعبلان، ولا هقول لك كذا، هقول لك انت، انت اللي هنك بامك، هنك بما هو اقذر وحقر من ناديك. اتفضل. ادي واحد فمش كده، واللي ما يعرفش يتكلم ما يطلعش. طب ست مصر انا عايز واحد اكمل يا خالد. طيب ماشي اتفضل. الفلوس والشهر وصلتك كده؟ طيب ملعون ابو الفتانية يا خالد. ما انا عارف انا خلولي. طيب عشان اسئله بس اتفضل اسال شانك، سؤالي كلمه طيب دي. طيب معلش. طيب خلاص سيبنا كمل جملتي. ماشي اتفضل برضه اقول. طيب اتفضل. خلاص. طب نرجع ل كمل بس كلامي من فضلك. طيب. اما تنتهي انا عايز بس خلاص مرد على الكلاب الضاله لومي جري زي نسان ولا تمل. لا يا مامي يا مامي كلاب، انت مش زغلكاوي انت كلب. كل قلنا ده اسمه ام قن. لا شكلها بضله. لا دي شكلها كويس يا ام قن. يا كلاب يا ولاد الكلب كان، يا كلاب يا ولاد الكلب يا مرتشين. ولا اخبار البطنيه يالا، ما تسال ابوك اخبار البطنيه يالا من عرباجي. عرباجي الشيحان البكابورت اللي البلد سابها ضارب. بكابورت خرا ضارب. بكابورت خرا ضارب. هي بس في الهم العربي بعد اذنك يا فندم، في القضيه العربيه دي من بعد اللي اقول انا عايز اقوله. طبعا براحتك، بس انا بتكلم على لا ما تقاطعنيش، ما انا تاني بقول اهو. طب اتفضل من فضلك، مش هتوجهني اقول ايه ما اقولش. لا بس علشان اصل احنا رحنا المنطقه يعني جميله ومهمه جدا فيما يخص قضيه قوميه كبيره جدا. طب كمل انت يا استاذ احمد لو سمحت. اتفضل يا فندم. لا سامحك والله، انا مستني اهو. طيب بكابورت اللي اسمه الوطن اهو قدامي. طيب اتفضل يا فندم. اقسم بالامك المعروضه للبيع يالا من ورا ابوك. طب ما انا ممكن اشتم امك يالا يا سافل يالا يا ابن السافل عادي. ما هو اللي قل ادبه هديله بالجزمه على طول، اللي هيقل ادبه هديله بالجزمه واروح امه. احنا عندنا لبن كتير. صح زمانك عنده لبن كتير يالا. هات لكم شويه لبن. انت عارف تتوقف يا احمد النهارده ولا ايه؟ انت راسك هتلاقي علينا النهارده. شو نخلص منك انا مش سامع، انا مش سامع. شفتك انت وانت مش سامع علينا النهارده. هديك بالجزمه يا خايب، انت خايب وعميل يا وسخ. وانت لسه شفت مني حاجه يا دافع يا اخي؟ انا بقول لك اهو، انت تعرف ان وشك وخايف. يا ايه الادب يا اساسي؟ ده امك يا كلب. ها يا كلب تاني بقول لك، انت كلب ولا تسوى. خلاص اتفضل اللي بعديها. ده ايه الادب السافل ده؟ كان على المواقف بتاعت الجماهير وشتم الوطن اللي دفع عن الجماهير بتوع الكيان، لانك انت بس عشان خاطر حضرتك تعرف هذا هو الوجه الحقيقي. مع كل الاحترام والتقدير للاستاذ مرتضى منصور، انا بجيب له كلامه، انا بجيب له كلامه. حضرتك لما الاستاذ مرتضى منصور يقول لك هات فيديوهات لعبد الناصر عشان تقول للاهلاويه ما يتابعهوش،
وعلى كان خاطر اتوقع بينه وبين الزملكاوية المحترمين اللي عارفين الحقيقة ان انا بضحك عليكم وعايزكم عايز يفترق عن مجموعة الزملكاوية اللي بيتابعوه والاهلاوية اللي بيتابعوه. انا بقول لك كل فيديو انت عرضته لي شرف ليا، لان بيقول انا نظيف ودغري واي قضية في اي نادي اتكلمت فيها، لكن انت عار عليك هذا ما يقال، دي فيديوهاتك مع كل الاحترام والتقدير ليك. اه دول جمهور والله العظيم جايب لكم تجميعه هي الاكثر احتراما للزملكاويه، والله العظيم لا رضيت اجيب لك يقول لك يا زملكاوي نادي خراره، ورضيت اقول لك قبل كده الاهلي كان بيسففك التراب، وحتى لما اسلام الشاطر قال له كلمه خراره يا فندم بتزعل جمهور الزمالك، قال له ايوه خراره ايوه خراره. ما رضيتش اجيب لك الحاجات دي عشان خاطر ما جرحش احساسك، لكن يعني انت بتدافع عن مين؟ وعايز تتهمني انا بايه؟ طب ما الناس اهي بتتفرج، انا دي ساعه ونص شغال، جبت اسم نادي الزمالك في حاجه؟ كل يوم انا بتكلم في اختلاف مع الاداره. انا بتكلم في اختلاف، حتى لما اتكلمت في موضوع اشرف بن شرقي، وكلموني مجموعه النقاد الرياضيين اصحابي من المغرب، واكدوا لي ان اشرف بن شرقي في المغرب مش في دبي. طلعت هاجمت المواقع الاماراتيه اللي نزلت الخبر واعتذرت ان انا قلت اشرف بن شرقي في دبي، لانه طلع في المغرب. وجاي بكره بالليل وهينزل دبي ترانزيت وهيجي بكره بالليل الثلاث. انا راجل لا استحي وربنا مديني القوه في الاعتذار وفي كل حاجه. انا مع الزملكاويه الشرفاء وهم بالملايين. ولكن للاسف في الفتره الاخيره تاثروا بالحملات الاعلاميه الماجوره. اهو بص حضرتك تعالى شفت انت جمهور الزمالك العظيم اتعامل في ايه؟ تعالى اسمع بقى جمهور الاهلي العظيم اتعامل في ايه؟ عشان تعرف ان قضيتنا واحدة وبعد ما نخلصها نبقى نختلف. اهو اهو اسمع على المكالمات التليفونية ما دام تتكلموا عن المبادئ والاخلاق، ما دام عايزين نعلم ولادنا بقى الادب مش كده؟ على فكرة أنا عمري ما أسأت النادي الأهلي، هات مرة قلت النادي الأهلي ده نادي أي كلام. عمر النادي الأهلي ما كان محترم، نادي ما عندوش أخلاق، عمره ما كان نادي قيم. جمهور الأهلي أنا عمري في يوم من الأيام ما غلطت فيه، خلي بالك. ده جمهور الاهلي طول عمره جمهور غير محترم، ده اللي علاقته من لازم، والعين بالعين والسن بالسن النادي اصلا. ما اعتقدش جمهور الاهلي المحترم يقف على البزاءات والكفاله دي والشرمطه دي. انتهى الشرمطه. ببص يا استاذ يا كذاب يا حقير يا خداب يا سياده المستشار يا سياده المستشار اهدى يا سياده المستشار شويه اهدى لا لا اهدى اهدى انت بتقول الفاظ على الهواء يا سياده المستشار انت ما بترضاش تقول لا ممنوع حد يسمعها يعني ايه ايه الشغاله ديت طب اهدى يا سياده المستشار اهدى اهدى بس ايه العصابه اللي في البلد دي اهدى بس يا سياده المستشار طب اسمع امك عندي جرب ولا طب طب اسمع الاغنيه دي طيب عندي جرب ولا لا طب اسمع الاغنيه دي وانا اسمع امك انا عندي انت امك هنا تقول انت مش وطني اسمع الاغنيه كفايه كده عشان ما اكملش بس انا بجيب لكم نماذج انا بجيب لك نماذج ليه اهو ده المعركه الحقيقيه ده الفيديو اللي انا عرضته لك بتاع ما فيهاش رجاله دي مصر كلها اهو لا جمهور اهلي ولا جمهور زمالك ودي جمهور الزمالك ودي جمهور الاهلي انت عايز تطلعنا يا وطني يا شريف من معركتنا احنا معاك في معركه شريفه وليس فيها تقليل منك ولا بنشتمك ولا بنهينك انت اللي بتشتم ولكن حضرتك بدل ما تطلعنا من المعركه معركتك انت اللي هي بنسألك من خلالها حضرتك البلد مليانة رجالة مليانة رجالة حضرتك في شهر واحد وعدت الزملكاوية اللي انت مخلي صفحات تهاجمنا عشان تضحك عليهم وتفهمهم ان احنا ضد النادي باربع خمس حاجات في شهر واحد ما تعملش منهم حاجة اهو شوف حضرتك حتى في الجمعية العمومية عملت فيلم حضرتك عشان بس تفوق الزملكاوية واقول للاهلاويه اللي معايا انهم هم كانوا عندهم حق لما رهنوا ان موضوع نادي القرن كله اوانطه فاوانطه شوف في الجمعيه العموميه مفيش احنا متكلم في ده انا سبته عشان اذكركم بس دي القضيه الحقيقيه يا زملكاوي وشاركني يا اهلاوي اللي معايا والنبي لو انا غلطان موضوع نادي القرن راح فين يا زملكاوي النهارده 82 يوم اقول لك راح فين ما انت ما خدتش بالك من اللي حصل في الجمعيه العموميه مش ده حلمك الكبير اللي خلاك حلمته انا بقول كلمه الحق خلاك حلمته
وتحول كيانك الى اضحوكة، وانت لا تمتلك ورقة تتكلم فيها، وفي الاخر ودك وجابك من وزارة التومين للجمعية الاستهلاكية للزيت والسكر للسمك الاقطاعي للحمة اللي مش عارف ايه. اهو حضرتك دي القضية، انت بتودينا فين؟ اهو حضرتك للوبيا للبطاطس للطماطم، هل كيانك يستحق ده؟ خلاك فنكوش، فنكيش الفنكيش، على كان خاطر الناس بتقول عليه حنفي، قال لك لا وانت تيجي معايا فنكوش في الطريق. اهو بص حضرتك عمليه، خدت بالك من دي في الجمعيه العموميه؟ صلب واحد من مؤيديه يقول له اذا كانت مشكلتنا مع الاهلي في كلمه القرن ما بلاش نعمل نادي القرن، بلاش ايه؟ حق الزمالك فين؟ احنا عايزين حق الزمالك. اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه وكل جماهير مصر واتحادويه ومصراويه عايزين حق الزمالك، عايزين حق الزمالك في نادي القرن، مش عايزينك تسيب القضيه، احنا وراك فيها. اهو يا محمود يا علي احنا وراك. بص الكارثه عشان خاطر يخلي الزملكاويه ينشغلوا بان عبد الناصر متآمر وعبد الناصر بيقبض من الخطيب. طب ما انا كنت بقبض من العتال، بقيت بقبض من الخطيب، ما انا كنت بقبض من ممدوح عباس، بقيت بقبض من الاهلي. ايه حاجه غريبه دي والله يا جماعه، ما انا كنت بقبض بابو سنيده فجأة بقيت خاين وعميل وجاسوس للأهلي؟ هو أنا عميل وجاسوس لقطر ولا عميل وجاسوس للأهلي؟ يعني أنا عايز أعرف نفسي بس، يعني هو كل يوم أبقى عميل لحتة؟ ما ترسلكم على قرر يا جماعة عشان خاطر ما يحصل ليك انفصام في الشخصية. اسمع أهو قضيتك اللي ضاعت، اللي عايشك فيها حلم واهي، حلم من أوانطة، حلم من ورق، وخلاك تعمل الدنيا كلها وتحارب وتشتم ده وتشتم ده، ولما نيجي نتكلم انت كاره حق الزمالك، انت مش عايز حق الزمالك. اهو باع كل حقوق الزمالك بثانية. اسمع عندنا قضية نادي القرن، والمشكلة كلمة نادي القرن الحقيقي. طب ايه المانع في استوديو زملكاوي بخلفية نكتب النادي الاكثر تتويجا في البطولات الافريقية في القرن العشرين؟ والنبي والنبي لا نسمعها تاني، عشان انا متآمر، انا متآمر على الزملكاوية. ردوا انتوا قولوا له يا عم عبد الناصر خاين وبيقبض من الخطيب والاهلي، طب حضرتك ما تيجي تعلم عبد الناصر الادب بدل من الجواسيس وبدل من الشتم وبدل من قلة الادب وبدل ما الناس اللي قاعدة تشتم على الصفحات، وده شرف ليا. حضرتك ما تيجي بعد اذن حضرتك تقول لنا قضية القرن فين عشان نعرف نرد على عبد الناصر زيدان، عشان يا عم نحط جزمة جوه بق عبد الناصر زيدان وما يتكلمش تاني. اهو جاب لك واحد تبعه قال لك ايه، ما دام موضوع القرن هو المشكلة، يعني عايز يقول له ايه، واحنا للأسف الشديد لا عارفين ناخد حق ولا باطل فيها، وانت غرقتنا وديتنا في داهية فيها، وفي الآخر وقعتنا على جدر رقبتنا بعد ما صعدتنا أعلى أبراج العالم، وفي الآخر خدنا خازوق. حضرتك جاي يقول له جاليه ما نكتب جاليه النادي الأكثر تتويجا، وشوف الأستاذ مرتضى منصور المحترم يقول لك إيه، استجابة للسيد العضو هنعمل كده. لا يا حبيبي إحنا عايزين نادي القرن الحقيقي، عايزين نادي القرن الحقيقي ونادي القرن اللي مش حقيقي وكل القرون اللي في الكون، إحنا عايزين حق الزمالك. اهو الاهلاويه حتى اللي في اللايف هم بيقول لك احنا عايزين حق الزمالك، هات لهم حق الزمالك. الاهلاويه اول ناس، الاهلاويه اول ناس عايزين حق الزمالك عشان يرتاحوا وتبطل تتكلم ويبطل غيرك يضلل الناس. اهو اسمع اهو تاني اهو اهو، مش انا، مش عبد الناصر، مش انا اللي قلت لك مش نادي القرن، مش انا اللي ما روحتش جبت حقك، مش انا اللي ما روحتش المحكمه الدوليه، مش انا اللي ما روحتش الفيفا، مش انا اللي ما روحتش الكاف، مش انا اللي ما روحتش لام، مش انا اللي ما روحتش نون، مش انا اللي جبت بيومي، مش انا اللي ما عملتش حاجه، مش انا اللي ما قدمتش الملف، مش انا، مش انا، مش انا، مش انا. اهو اهو اسمع يا عم اهو اسمع، قول لنا اقتراحك يا فيلسوف ياللي جايبك عشان تقول الاقتراح قدام التلفزيون عشان تضحك على الناس. اهو دلوقتي عندنا قضيه نادي القرن، والمشكله كلمه نادي القرن الحقيقي. طب ايه المانع في استوديو زملكاوي بخلفيه
نكتب النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. نكتب ده ولا اعلام المصريين مش عايز كده؟ خلاص واحنا اعلام مصريين هنقف عاملين وقفه ومجلس الاداره كمان القرار مش هنسمح باللي بيحصل ده. بعد اذن حضرتك يا فندم، حضرتك تملك القوه نكتب اليافطه دي في الخلفيه والكاميرا على طول تركز عليها. تمام. اذا اعلام المصريين رفض، خالد الغندور واحمد كمان يخبطون على الهواء يقولون انك اعلام رفض. لو خالد الغندور رفض مع السلامه. ولو احمد كمان رفض مع السلامه. احمد ما بيرفضش. واذا اي حد في الزمالك رفض مع السلامه. بالظبط. قلتش حاجة أنا؟ بقي النادي الأكثر تتويجا أهو بقرار جمعية عمومية وسقفوا له أهو بقرار جمعية عمومية وسقفوا له. طب إحنا عايزين حق الزمالك أهو، كلنا عايزين حق الزمالك أهو في اللايف، آلاف مؤلفة في اللايف أهو على كل المنصات. في يا جماعة حد فيكم مش عايز حق الزمالك؟ كلنا عايزين. كمل يا مرتضى، الأهلاوية عايزين حق الزمالك أهو، بقي هاشتاج الأهلاوية عايزين حق الزمالك. كمل يا مرتضى، عندك مشكلة نلم لك للقضية، لو عندك مشكلة مالية نساعدك. كمل يا عم، الأهلوية عايزين حق الزمالك. حرام الناس الأهلوية اللي اتكتموا الظلم واتقال عليهم حرامية وسرقين وسرقوا اللقب، والبيومي قال لك مش عارف مين وحياته خد المنتخب، والاهلي خد مش عارف مين، وحسن حمدي عمل ايه؟ عايزين حق الزمالك. هو بيومي فين يا جماعه؟ هو محمد البيومي فين؟ اصله لازم يشيل اليافطه، قلت لكم كلمه كذب، 200 مليون هتوصل التعويضات والغرامات. وخلي بالك حد بيقول لك ايه بلاغات الاهلي حصل فيها ايه؟ لا يا فكك، الاهلي مش عايز بلاغات يتحصل فيها حاجه، الاهلي عايز يقول للقاضي يا سياده القاضي بعتنا بلاغ للزمالك للنائب العام، وبعتنا للوزير الشباب والرياضه، وبعتنا لرئيس حي العجوزه، وبعتنا المحافظ الجيزه، وانظرنا الزمالك، الخمس جهات ما عملوش حاجه، ادينا حقنا. لكن الاهلي لو ما خطبش الجهات دي ممكن المحامي اللي يجي، وانتوا عارفين المماطله لابعد مدى زي ما حصل في قضيه ممدوح عباس اللي خسرها كلها 80 قضيه، 80 قضيه. كان ممدوح عباس ل 40 مليون قرض حسن، دلوقتي هياخدهم 90 مليون وعليهم مصاريف محاكم 30 مليون. 40 مليون ايام ما كان الدولار بخمسة جنيه، دلوقتي هيدفعوا 120 مليون ايام ما بيجي الدولار ب 20 جنيه و 18 جنيه اهو. برضه عبد الناصر اللي خسر قضيه ممدوح عباس، فالاهلي ذكي. مين قال لك ان الاهلي يا عم عايز البلاغات تتلف في وترمي في الزباله تتحط في الاترجه؟ عشان كده اقول لك ما تهبطش، اوعى تهبط. لا الاهلي عارف بيعمل ايه، الاهلي بعت عشان يثبت حاله، عشان بعد كده حقه هيجي بالقضاء. فين البيومي يا جماعه؟ طب بلاش البيومي، هي فين اللجنه؟ هو ده اللي احنا اللي مش عايزنا نتكلم فيه. اشتموا جال عبد الناصر وجال طلع له فيديوهات، ما طلع فيديوهات. ما تقول اللي انت عايزه، لا يزيدني الا شرف، لا في فيديو فيهم شتمت حد، ولا في فيديو فيهم هنت حد. بشتغل بمهنية، وعايز أقول للناس على فكرة أنا على الفيسبوك والتواصل ما بشتغلش إعلام، ولا أنا إعلامي. أكن بس الناس اللي بتقول لي أين المهنية والحياد؟ لا أنا مش محايد، أنا راجل مع الحق، ولا بحايد في الحق، ولا عندي رمادي، ولا عندي أبيض، ولا مش عارف إيه. أنا على طول لا أبيض لا أسود، عنديش رمادي في الحق. فما تقوليش لا أنا ما بشوفش ألوان في الحق، أنا في الحق لا أبيض لا أسود، ما عنديش رمادي نهائي، وما بشتغلش اعلام على التواصل. انا راجل بطلع ادردش مع ناس محترمه وبتكلم في قضيه، واحد بيشتم مصر كلها ولا يطبق عليه القانون. لا نصبت على اهلاوي ولا نصبت على زملكاوي، ولا قلت لك انا المتحدث الرسمي باسم الاهلي، ولا قلت لك انا حامي حقوق الزمالك، ولا انا قلت لك انا سبع البرومبه. انا بقول لك انا على الله، انا فقير الى الله، ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيكم، اقفوا جنبي، انا صاحب قضيه، هتسيبوني اخسرها، هتفضلوا معايا ربنا هيكرمني. طب وانت لما بتقول لي حسن حمدي وهاجمت حسن حمدي، طب ما انا فجرت قضيه القرن في الزمالك.
ولما هاني زادة دفع الغرامة وقالوا القضية عندي كده وقفت، طلعنا قلنا هاني زادة القضية عندي كده وقفت. جينا قلنا هاني زادة كذا بعد القضاء، بعد القضاء ما يقول كلمته مالناش دعوة، مالناش دعوة، دي زي دي أحمد زي الحاج أحمد. فجرت قضية القرن في الأهرام في 2010 بناء على البلاغات، وفجرت قضية القرن في الزمالك. قلت على أخوانة الأهلي وقلت على أخوانة الزمالك والإسماعيلي وكل أندية مصر. طلعت مع أحمد موسى وطلعت مع وائل الإبراشي وطلعت مع كل الناس. مش على راسي بطحة يا حبيبي، مش على راسي بطحة، لكن إحنا عايزين حق الزمالك. أنا لا ضحكت على حد ولا نصبت على حد، ولا يا عم أنت اللي قاعد تعمل لي فيديوهات. أنا نصبت على الأهلوية عشان خاطر تقول لهم ده نصب ولا أفق، سيبكم منه ولا الكلام ده كله، ولا بتكسب من يوتيوب ولا بربح من فيسبوك، ولا فرقة معايا، كلمة الحق حتى الموت. ورجالة محترمة مصريين مع كلمة الحق وما بيتخلوش عنها، وأنا من غيرهم ما سويش حاجة، أنا من غيرهم ما سويش حاجة. طب ما أنا امبارح محتفل بعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي وفي ناس هجمتني، انت حسن حمدي انت فاتح ملف في الاهرام، قلت لهم خد في براءه اعمل له ايه، هو انا القاضي؟ انا القاضي اهو، بص ادي هم يا حبيبي اهو، بص ادي الفيديوهين اللي طلعوا النهارده، عشان هيطلع لك فيديوهات تاني وفيديوهات تالت وفيديوهات رابع اهو، ادي الفيديوهين اللي طلعوا النهارده، ادي الفيديوهين اللي طلعوا النهارده حضرتك اهو. بص طلعوا لي الفيديو ده لتوفيق عكاشة، بس عايز اقول له الاخ بتاع حسن حمدي انا هفتح قصتك يا حسن، اسمعوا قصة حسن بقى. حسن حمدي انا عندي عليه مستندات بقالها 3 سنين، وعبد الناصر زيدان فتح الملف مرة وقلت له طول بالك يا عبد الناصر، وخدت منه المستندات انتهى، لان كانت الوقت ده الظروف مش كويسة. وعبد الناصر زيدان فتح الملف مرة وقلت له طول بالك يا عبد الناصر، وخدت منه بيعدوها عشان الاهلاويه ياخدوا بالهم، الشيطان الرجيم عبد الناصر زيدان اللي ضحك عليكم اهو اهو. المستندات انتهى لان كانت الوقت ده الظروف مش كويسه. وعبد الناصر زيدان فتح الملف مرة وقلت له طول بالك يا عبد الناصر، وخدت منه المستندات انتهى لان كانت الوقت ده الظروف مش كويس. طبعا حسن حمدي عنده بلاوي كل ده اللي طلعوه لي النهارده موقع مش عارف اسمه زمالك تي في ولا زمالك في اي بي ايا كان، لهم مني كل الاحترام انا بشكرهم، بس عايز اقول لهم على فكره ما تطلعوش ده، ده في 25 حلقه عملناها على القضيه واتهام ابراهيم نافع واولاده وحسن حمدي بالمخالفات التي جاءت في بلاغ مصطفى بكري واخرين ضد حسن حمدي وضد ابراهيم نافع، وكان وقتها انا صاحب الانفراد الملف من القضاء وتناولته، لما القضاء حفظ وقال دول البراءة عملت كده تعظيم سلام، وعم اللي جابوني ابراهيم نافع وعم اللي جابوني حسن حمدي، انا من جهة اتهام انا قلت كذا طلع براءة عملت له كده. كابتن حسن لما الكابتن حسن اتحقق معاه كنت بقول التحقيقات، لما الكابتن حسن طلع براءة عملت له كده يا كابتن، ابراهيم نافع عملت له كده يا كابتن. النهاردة الناس مش انا بتقول لك ولا يوم من ايام ابراهيم نافع وحسن حمدي، خربت من اول ما مشوا. انا راجل كنت بنقل بنقل اهو ماشي. تعالى لحتة تانية، قال لك لقاء السهاب عبد الناصر ومين؟ عبد الناصر زيدان و... 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 واحمد موسى. لقاء السحاب برضه نفس الموقع، واشكرهم والله العظيم كنت بدور على الموقع ده ما الاقيه. بالمناسبه بس كل سنه وانت طيب يا كابتن حسن للمره المليون، وبرتب الحوار مع الكابتن حسن هيطلع للنور قريب جدا، ومسيره الاستاذ محمد عثمان يشهد امام الله. كنت اكلمه اقول له يا استاذ محمد ايه اخبار القضيه النهارده، يقول لي يا عم اهدى يا عم عبد الناصر مولع الدنيا علينا، اقول له انا بتابع القضيه، يقول لي ما تهدى لغايه ما نشوف هيعملوا ايه، اقول له ما انا حضرتك عايز منك عشان ندي الراجل حقه، يقول لي حصل 1 2 3، لا مش هرد عليك دلوقتي، لا سيبني يومين. محمد الاستاذ محمد عثمان المحترم حي يرزق اهو. في موضوع ابو تريكه
اول ما فتحت الملف بتاع اخوانه الاهلي اتصل بيا قال لي موضوع ابو تريكه في 1-2-3 ومتداول 1-2-3 ليه فاكرين؟ مش انا، القضاء طلع 1500 اسم متهمين انهم هم كانوا بيبولوا جماعه الاخوان فيهم ابو تريكه. فتحنا الملف من هذه الزاويه وقلنا يا جماعه، وعلى فكره الكلام ده زمن الاخوان مش دلوقتي، يعني كانوا الاخوان مسيطرين وكان محمد مرسي في الطريق للحكم وبعد كده مسك، يعني ما كانش راجل من العيال دي يقدر يتكلم وقتها، ما كانش راجل من مش اتقال بعد الاخوان، ما تفقال بزمن الاخوان، واتمنعت من دخول كل القنوات وشرف لي عادي. طب ما انا قلت حمزه الجمل من الاخوان وحمزه الجمل في الاسماعيلي، مش عايز اسمي الناس تاني عشان ما تزعلش مني، انا اسف مش عايز اسمي تاني، انا قلت كل ما هو اخواني مختلف معاه في الراي له مني كل احترام وتقدير، لكن من شارك في دم لا يمكن. فاكر انت سمير صبري بتاع انبي؟ ما هو اللي حرض على وقعه الحرس الجمهوري، وده اخوان وانبي، فتحنا الملف كله. بالعكس ده احنا وقفنا جنب الاهلي. اقول لك العدد اللي كان، على فكره الاسامي اللي كانت بتعمل في الاهلي من الاخوان اللي قال اساميهم الاخوان في بيان رسمي، وقلت ده لوائل الابراشي. والنبي انا عارف انا اسف، والنبي تسمعوا الفيديو الثاني على كان حد من الاحسن يفكر على راسي بطحه اهو. لا الاحسن يفكر يقول لك لقاء السحاب مع احمد موسى، يعني خلاص عبد الناصر كفر لازم يدخل النار اهو. أشهر الأسماء عطية حجازي أخو صفوة الحجازي بيشتغل في الأهلي مدربا في قطاع الناشئين في الأهلي برضه؟ طبعا لحد دلوقتي؟ طبعا. وأنت انفردت بصورة امبارح أنا بهديها لمجلس إدارة النادي الأهلي، الشباب اللي رافعين، الشباب اللي أهلي وهم كلهم رافعين علامة رابعة. بس هو هنا عامل كوميكس بيتريق عليا، الفيديو ده بالكوميكس اللي عليها أو بالفيديو اللي عليها هنرفع بيه قضية بكل احترام وتقدير. اعمل اللي أنت عايزه لكن تريقة عليا لا، وحضرتك هنرفع قضية ولك مني كل الاحترام والتقدير اهو. لكن ما شهدتش زور ازاي اسمعك فيديوهات شرف ليا، لكن انت فيديوهاتك عار عليك. انا مش في خصومة شخصية، انا في قضية حق. اسمع حضرتك، تلت وقائع تزوير جايبهم لك اهو، شهادات زور، شهادات زور. اسمع اهو. ده كان في عندي جراج تمام، هو جه في مستوى على جزء منه من الجراج. مين المحامي بتاعك؟ مرتضى منصور. واحد دي مرتضى منصور. بقاله قد ايه؟ بقاله 7 سنين. لا بقاله قد ايه الوقت عادي؟ بقاله 3 شهور. وصلنا وقتها ما رضيش ولا لا يعمل القضيه؟ ما رضيش. نحلها ودي اه. محمد يوم نطلب الحكم في قضيه الاستاذ مرتضى منصور اتكلمت. ده هو محمد، خلي بالك انا هقطعك عشان تفهم، هو محمد اللي قال الكلام الاولاني، هو محمد شوف عليها مع وليد عبد السلام اهو. عارف تفاصيل الخصومه بين الاستاذ مرتضى منصور والمستشار شريف اسماعيل، يا ترى الكلام اللي انت قلته لي ده حقيقي؟ لا مش حقيقي. طيب ليه قلت كده؟ والله كنت واقف مع احمد ساعه نطلب الحكم. احمد ابنه؟ احمد ابنه اه. فكان الموقف كان صعب عند البيت يعني، واحمد صاحبي من فتره طويله، فتاثرت بالحكم يعني. محمد طب ايه حقيقه الخصومه دي؟ والله حقيقه الخصومه هو مفيش خصومه اصلا بينه وبين المستشار شريف اسماعيل. هو مش ساكن معايا في العماره اصلا يعني. مش ساكن اصلا؟ لا مش ساكن في العماره. طب محمد تحب تعتذر لحد؟ بعتذر طبعا المستشار شريف اسماعيل اللي انا بقيت في حقه يعني. ده اهو الراجل بيقول لك جابوه يشهد زور على مستشار. جابوه يشهد زور على مستشار. واحد بيقول لي اللايف ممل جدا، انا اسف يا فندم ممكن تسيب اللايف، وانا اسف اذا كان ممل اعتبرني بكلم نفسي، انا اسف جدا، انا اسف جدا اذا كنت وصلتك لمرحله الملل يا فندم، شكرا جزيلا. هو مفيش حاجه النهارده شتيمه عيب ملل؟ ماشي يا عم شكرا يا فندم وانا اسف. مش عايز حد هيشتم، انا كان نتقابل في المحكمه مع بعض اهو. بص تعال خش على التانيه، خش على التانيه شهادات زور، هو شاهد الزور سيبك من الدنيا خليك في الاخره، خش على الثانيه. انت حرامي. طب تعالى بقى يا ابني اسمع يا ابني، هو جاب الواد ده اهو،
اول ما جيت النادي انا كنت بلعب في نادي الصوره وكمان كان الزمالك محمد شيحه انا وكيلك انا من فرص صفقه وانا وكيلك واول سنه انا مش هاخد منك اي مبالغ ماديه ومن السنه الثانيه هاخد منك المكتوبه المعروفه اللي عملت كلها قلت له تمام ماشي بس اللي هيعمل العقد بتاعك هو ابو محمد سليمان اللي عقد حرام يا ولد حرام حرام في مساحة أكثر من كده في مساحة أكثر من كده في مساحة أكثر من كده تعالى بقى أنت النهاردة أنت النهاردة جيب لي لعيب ويقول لك أحمد سليمان خد منه عمولة والله العظيم عمري ما شفته. بسم الله الرحمن الرحيم أنا إبراهيم الكاوي لاعب الزمالك طبعا أنا جاي النهاردة بكامل إرادتي وبرغبتي بعتذر اعتذار رسمي للكابتن احمد سليمان واقف قدام اسماء الله الحسنى انا عارفه الحكم وطبعا انا غلطت في كابتن احمد سليمان غلط كبير جدا وشهدت عليه شهاده زور ووصفته بما ليس فيه وطبعا وقتها كنت انا عندي 17 سنه كنت صغير جدا والضغوطات اللي كانت عليا في الوقت ده من الناس المسؤولين كان اكبر من حجمي وما كنتش انا اتصرف ازاي. لا 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 ده اللي جاي ده نقطة القرن اللي جاي ده نقطة القرن اشرحها لكم. شفتوا الراجل اللي قال لك ايه؟ قال لك ده صياعة قديمة ده كارثة قديمة ده اللي جاي. واحد لابس نظارة زي بتاع صياعة قديمة بالظبط واقف في دايرة في النادي وواحد ابن حلال محترم راح مصور الواقعة. المرتضى منصور بيمليه لأحد القنوات أو الإعلاميين بيقول له إيه؟ أقول أنا بتضرب في عين اتفقعت أنا جبت دم أنا راح أعمل محضر والراجل قاعد بيضحك وبيقول للإعلام كده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول يا أستاذ محمد. على فكرة تواصلت مع أصدقاء أشرف بن شرقي والأمور زي الفل حضرتك وإذا كنت أنا كذاب حضرتك ما تتفرجش عليها حضرتك ما تتفرجش عليها برضي ما لقيتش حاجة في دنياتك جاي تتكلم في موضوع أشرف بن شرقي. ماشي يا فندم اشتم زي ما أنت عايز مش هنرد على حد النهاردة بس كلكم على قابلكم في القضاء أهو. بص حضرتك ده والله العظيم يا جماعة نكتة الموسم. اسمع والنبي تخلي بالك والنبي تخلي بالك أرجوك. بص واحد وسط دايرة شوف بيشهد الزور ازاي بيقول له خد كلم اهو الاعلام عينيا مش شايف بيها خالص على فكرة انا مش حاسس بيها خالص عينيا مش شايف بيها مضرب ومش عايز اقول لك انا تعبان من مصر من الجبهة التانية مين من الجبهة التانية انا احمد سليمان ماشي مين ده؟ مين؟ كل مين يوم يتبنى من الجبهة التانية أنا مش حاسس بعناية على فكرة خالص بيقول أنا مش حاسس بعناية ماشي وراح أنت تحطوط دلوقتي يا ساتر يا رب. ألا وشاهد الزور ألا وشاهد الزور ألا وشاهد الزور. عرف الصحابة راحوا قالوا إيه؟ قال لك وكان يجلس متكئا فاعتدل حتى يعني قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. شوف قاعد يقول ألا وشاهد الزور ألا وشاهد الزور ألا وشاهد الزور وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجلس متكئا فاعتدل من الغضب. فالصحابة قال لك إيه؟ الصحابة قال لك حتى تمنينا وقلنا ليته سكت. لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. عايز تسكت مين وتودينا لمين؟ ما بنروحش المعارك الجانبية نموذجينهم أهو. شفت أنت لما بيطلع لك فيديوهات الناس بتعرف أنت مين ولما بيطلع لنا فيديوهات إحنا مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معلش
الفيديوهات اللي جبناها له الايام اللي فاتت بتاعت سب الدولة والريس عاملة مشاكل جامدة 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 جامدة. وانا بشكر شهاب المحمد وبشكر صديقي المحترم في الاهلي اونلاين حبيبي محمد الجبري اللي بيساعدونا بهذه الفيديوهات اللي مكسرة الدنيا وبيجيبوا فيديوهات فعلا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هتجيب حق هذه البلد يعني. وكل الصفحات اللي بتجيب فيديو اي حد بيجيب فيديو للسيد مرتضى منصور هو بيجيب فيديو حق، ولكن اي فيديو بيطلع عكس ده فهو فيديو الغرض منه تضليل الناس والباطل. عشان بس تبقوا عارفين وفاهمين، فيديو ده امبارح تعبوا جدا العمارة، وفيديو السب بتاع بلد ما فيهاش رجالة، والفيديوهات دي تعبة جدا، والفيديو ده اهو بتاع وزير الداخلية والسيسي، وقلنا لماذا لا يطبق عليه المادة 179، هنفضل نقولها كل يوم اهو اهو. اختم بيه بس الفقرة دي قبل ما اروح للمراسلين اهو، تعبوا جدا 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 اهو. انا بقول له عزيز داخلية لو ابن اختي وحيد حد ماسه اقسم بالله ما تكفيني مصر كلها، اقسم بالله ما تكفيني مصر كلها. يا سيادة المستشار عايزك ايه ده؟ داخلية لو حد مس ابن اختي تاني بقول له اقسم بالله اولع مصر كلها، اولع مصر كلها، اولع مصر كلها، اجيب العيال 100,000 بكره الصبح من جناتي. طيب 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 ايه ده بس؟ من جناتنا، لكن لو هتزيد عن الحد الشيء اللي ما بيزيد عن حد والقلب يبقى ضده. قصه دعم الدوله من بكره يتلغي، قصه دعم الدوله من بكره يتلغي، واللي هيقول لي بكره دعم دوله اروح اعمل له مؤتمر صعب اقول له تعالى قول لي بقى الدوله بقى والنظام بتاعك عمل ايه والنظام بتاعك عمل ايه والنظام بتاعك عمل ايه، ونبتدي نحكي بقى والسفريات والعشوائيات عايزين فيها اقوله خلاص. من فضلك من فضلك ايه ده؟ فين الدوله؟ لا هي دي الطابونه بقى، دي الطابونه، خلي بالك انا بقول اهو دي الطابونه مش الدوله، تمام؟ دوله نايمه ها؟ انا بقول اهو دوله نايمه خلاص؟ ها؟ والدوله العبيطه بتتفرج، والدوله العبيطه بتتفرج، انا مش هسكت خلاص. اسمعني بس اكمل طيب وبعد كده حضرتك رد. ولا بكر في الثاني بيقدر يسجل. تمام. لا في تهريج. في تهريج؟ طبعا. وفيها استاذ رئيس سيسي. خير ان شاء الله. هو المفروض ان الاجهزه بترفع للسيد الرئيس ولا لا؟ لو في اجهزه لو اتكلمت اقلب الدنيا، وعندي كتير لو كلمته بقولك، لو اتكلمت اقلب الدنيا، وعندي كتير لو كلمته بقولك تاني هقلب مصر والعالم، تاني هقلب مصر والعالم. تخيلوا انا عندي ما يقرب من حوالي 900 فيديو، 900 فيديو، وبكرر تاني بشكر كل صفحه مأجورة بها مجموعة من المرتشين الأفاضل اللي مدوني بفيديوهات بدور عليها منذ زمن منذ زمن. نروح نشوف الأستاذ علاء حمام ونكتفي النهاردة بهذا القدر يا جماعة. أهو الأستاذ صلع عنتر بيقول لك يا سيدي الفاضل أنت إعلامي محترم تبحث دائما عن السبق، وعند أكرر تاني أنا لا أعمل إعلام على السوشيال ميديا، أنا مواطن عادي ولا إعلامي ولا يحزنون، أنا بطلع دردش معاكم وراجل صاحب قضية بدردش على الموقع الدستور كفل إن أنا أتكلم، بحب بلدي بحب رئيسي بحب جيشي، عايز بلدي تبقى أحسن بلد في الدنيا. لما أبقى إعلامي أبقى على شاشة، لكن لا أنا يوتيوبر ولا أنا بتاع سوشيال ميديا، أنا مواطن بيطلع يتكلم مع أصدقاء لي وحبايب لي. عشان بس نخلص من القصه دي. ولا على راسي بضعه وسعيد، ولا حد يلا قعدني ببيتي ولا نيمني. وبعد كده عايز اقول لك على حاجه يلا انت هو، اذا كان في حد قعدني ببيتي انا قعدته ببيته، على الاقل انا بقدر اتكلم على الفيس وبقطع على اليوتيوب، هو ما بيطلعش غير باذن، يبقى مين المنتصر؟ حدك بيسيب حقه، مش انا دفعت 500,000 جنيه كفالات؟ وإن شاء الله وراه في قضية حق لغاية لا تتهد عمارة عمارة الفجر المخالفات دي، العمارة الفجرة لا يدفع 17,000,000 جنيه، ما فيش حر بيسيب حقه. واوعوا تنسوا حق الخطيب، أعرض بكرة فيديو شادي صبري وأعرض بتاع خط أحمر وأعرض لكم كل الفيديوهات، بس كان الوقت اتأخر وناخد المراسلين كل يوم ناخد شوية مش على رأسنا بطحة،
بنحب بلدنا وبنتكلم من جوه بلدنا، وانا متفائل جدا يا استاذي الفاضل. محروس الصيفي مساء الفل، متفائل لابعد مدى. اهو مش انت دفعتيني 500,000 جنيه كفالات على فكره؟ بالمناسبه الاحكام اللي خدت فيها براءه الثمانيه استردنا الكفالات بتاعتهم. خبر صادم اقوله تاني، البراءات اللي احنا حصلنا عليها استردنا الكفالات بتاعتهم. خبر مزعج، استردينا الكفالات بتاعتهم. عادي كأننا شايلينهم في البنك، كان عادي كأننا احنا اللي شايلينهم في البنك. كنا طالعين برضه الكفالات قبل كده، استردينا الكفالات وخدنا في الثمن براءات اللي احنا خدناهم. وانا الوحيد اللي برفض اتكلم في القضايا لان لا تعقيب على احكام القضاء سواء كانت معايا او ضدي. اهو كل كفتوني طلعت هللت في قضية خدتها براءة؟ لا، كل الاحترام والتقدير، بس بقول تاني القضايا اللي خدنا فيها براءة استردينا الكفالات بتاعتهم. لازم اعمل دي بقى عشان دي مرتبطة بالحكم، ماشي؟ بس عشان تبقوا عارفين. ورجعنا بالبلاغات الكاذبة وقدمنا بلاغات جديدة بعد ما حصلنا على البراءات. رجعنا بالبلاغات الكاذبة وتلويث السمعة والإهانة، ومسرنا ناخد حقنا عادي. أهو مسرنا ناخد حقنا، نلتقي في المحكمة يا أستاذ شادي صديق إن شاء الله. اشتم زي ما أنت عايز، والله ما أحذرك، اشتم زي ما أنت عايز. لما 5-6 يتخذ عليهم أحكام الباقي هيتعلم الأدب، والله ما أحذر واحد بيشتم. على كان خاطر الناس اللي شغالة تجيبكم كده بالعناوين ونعرف نتكلم مع بعض، لاني انا يعني سمحت كتير وتجاوزت كتير. اما وقت بقى الكابتن حسن حمدي ووقت كذا كنت اعلامي محترم بس على السبق، لكن دلوقتي اهو انا عواطلي، انا عواطلي بطلع ادردش مع اصحابي عواطلي، انا عواطلي يود، انا ملاقيش شغل يود، حدش ده حاجه عندي يود، اللي بيديني حاجه يود يمنح يود. اهو عجبتني حته، والنبي بس قبل ما اروح لعلاء حمام عجبتني حته واجيبها لكم بكره، يلا عشان ما ناخدش وقت كتير، اتاخرنا كده زياده عن اللزوم.